هلو أطفالنا وحبايبنا، راح أحكي لكم اليوم قصة الثور والحمار. قصة يا عوف الثور وعوف الحمار، نسيت أنا جايب لكم مفاجأة جدا جدا ممتعة، طبعا مو بس لأولادنا والعوائلنا جميعا. مهرجان الطفل الدولي العراقي الأول اللي راح يصير في معرض بغداد الدولي، راح تقولوا لي شنو هذا المهرجان؟ خل أحكي لكم عن المهرجان. هذا المهرجان تتضمن به عرض لكتب وقرطاسية للأطفال، بسينما وبمسرح، بألعاب خفة وتسلية، وبمنصة لمواهب كل الأطفال. يعني أنت من راح تجي راح تستفاد وتستمتع بالألعاب، وتستفاد فكريا بالكتب والقرطاسية والسينما والمسرح. إيش وقت هذا المهرجان؟ يوم 6/6 ولمدة 8 أيام، يعني من 6/6 إلى 13/6 في معرض بغداد الدولي. الساعة بيش ينفتح؟ من الساعة 10 الصبح للعشرة بالليل. كل أطفالنا وعوائلنا تشرفونا في هذا المهرجان. مو تنسون ما تجونا المهرجان الطفل العراقي الأول الدولي في معرض بغداد الدولي يوم 6/6. تحياتي لكم، وخلي الفائدة تعم للجميع.